السلام عليكم، مرحبا بكم بقناة مطبخ قمر. نتمنى ان شاء الله كاع راكم بخير. سامحوا لي على هذا الحرق، راني شويه مريضه اليوم. راني جبت لكم ليكيش بدبقه رائع، نتمنى ان شاء الله تجربوهم، يجيو خفاف وبنان. هذا ما كان، ولا عجبكم الفيديو ما عليكم غير تواسي وجام وشاركوا في القناه ليوصلكم كل جديد. ودروك ما نطولش عليكم باش نخليكم مع هذا الفيديو. نحتاج لاباط بريزي، هنا كنت سبقت وسيتها لكم فيديو ونكتبها لكم طبيعة الحال. هنايا عندي ليمون اللي يدخلوا للفوخ هكذا. هنا واش نحتاجوا ليكيش؟ نحتاج لافخت، نحتاج البصل، كنت طيبته شويه في المقله، شويه زيت والملح، وشويه فلفل ابيض، وشويه قرفه هكذا. نخلي غير في النار قليله، ومن بعد في الاخر نديروا شويه سكر. هنا عندي زيتون مقطع هكذا كحل، وهنا عندي زوج علب تاع الطون، صفيتهم الزيت وفتتهم كما راكم تشوفوا بهم هكذا. نحتاج زوج حبات بيض، هذه هي الوصفه. وهنايا مغرفه تاع الكريم فريش، ومغرفه تاع الجبن الابيض. هنايا عندي جبن ابيض، نتوما اللي عندكم فرماج بورسيون لاشي اللي عندكم. وهنا عندي صلصه تاع البيتزا كيف كنت سبقت وسيتها الفيديو هكذا. هنا عندي كميه هكذا تاع المعدنوس على حسب الذوق. هذا ما كاش واش نحتاجو. نبداو بالتحضير. اولا نخلطوا الخليط تاعنا تاع لافارس، نحطوه بجيه، ومن بعد باش ندورو العجينه نحلوها. هنا راكم تشوفون بسيكه هذوك المواد، الزيتون، الطون، يعني كلش في خطره. ماذا بيكم الطون صفيوه مليح من الزيت، نعتدي على هذا الصوت هكذا. ونزيد نسي هذاك المعدنوس وهذاك البيض هكذا، يعني كلش في خطره. هنا نوسي هذيك مغرفه تاع كريم فريش. وانا على فكره لا كريم فريش اذا حليتوها تشد 3 ايام، هذا ما كان ما تجيش كثر كي تستعملوها 3 ايام. ومغرفه تاع الجبن الابيض، هذا ما كان. نخلط الخليط تاعي ونغطيه ونحطه بجين، هذا ما كان. وهنا العجينه تاعي بعد ما ريحت لي في الثلاجه خليتها تريح ساعه هكذا. راني نسبوت غير البلون طرافي تاعي باش نحل هذيك العجينه. لازم العجينه تكون بارده هكذا متماسكه. نبدا نحل فيها. هنا بعد ما حليت العجينه تاعي مليح هكذا، ما خليتها خشينه وما درتها رقيقه. هنا عندي قطعه خاصه باش يدخلوا هذوك الليمون هكذا. نبدا نقطع هكذا، نقطعهم دوائر. وما بينا ما نخسروش العجينه باش ما نفسدوش بزاف هكذا. نوزي وحده قدام وحده، قطعه اللي تناسب تدخل هذوك الليمون هكذا هكذا. نستويهم هكذا بيدي، نطلعهم على الجناب هكذا باش يجيو قد المول. وماشي مشروط تتواسيو هاد الليمون، عندكم الصغار، عندكم شي اللي عندكم. ما تحبوا هاد، انا وسيتهم هكذا واحد وحده، ما تحبوا يعني وحده معليش تنجمو تواسي، يعني المهم تواسيو هاد لافارس وهاد لاباط هكذا. راني كمل درت وحده، نزيد ندلكم الثانيه هكذا. لازم تطلعوا على الجناب، قلت لكم لاباط لازمش تخليوها خشينه. وانا بعد ما كملت كامل وزيتهم على الليمون، ثقبتهم كما شفتوني بالفرشيطه. وهنا نبدا نوزي هذيك الصلصه تاع البيتزا، قلت لكم كنت سبقت وسيتها فيديو هكذا. نفرشهم كامل يعني كميه قليله. وهنا يا باش نوزي نحكم هذيك البصل اللي قلت لكم كنت قليته هكذا. قلت لكم في الاخر بزيد شويه سكر، نفرشوا على هذيك هكذا كما راكم تشوفوا في الفيديو. نفرشوا الطبقه ونزيد له هذيك لافارس اللي كنت بريباريتها، هي الاولانيه هكذا. لازم هذيك البصل هذيك ما يبانش هكذا، نغطي كاع هذيك لافارس هكذا. نزيد لكم وحده ثانيه، نفرش البصل هكذا، نزيد بيه مليح ما نخليش يجيها هكذا بالفرشيطه،
نواسي هذاك بلا فخس هكذا. وهنايا بعد ما طابولي شوفوا كيشي يطيبو، لازم يطيبو هكذا. العجينه تاعي طابت لي مليح طبيعه الحال، وحتى تعرف الفرن تاعها. انا شدوا ليا 35 دقيقه في الفرن، وزيتهم على 180 درجه هكذا، وجدوا لي وصدقوني رائحه ما شاء الله، ويجوا بنان وخفاف. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. هذا ما كان، وسامحوا لي على هذا الصوت، ما عليا نقول لكم خليتكم على خير في فيديو اخر. وشاركوا في القناه ليوصلكم كل جديد، وما تنساوش تضغطوا على الجرس. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.